الشهداء وأنا أرجع والدته. يقول علي الأكبر جلست عند رأس هذا الغلام مؤرخ الطف يقول جلست عند رأس هذا الغلام فرأيت شفتيه تتحرك. سبحان الله بالخاف عند وصية. يقول طأطأ علي الأكبر حتى يسمع ماذا يقول الغلام وإذا به يقول السلام السلام عليك يا ابن رسول الله سيدي عندي وصية آخر حياتي. نادى علي الأكبر قال قل يا نور عيني قل ما تريد. قال حول رحل أمي إلى رحالكم. منو إلها بعد الوالدة يقول ما ظلت وحيدة ما حد عندها. قال من الذي يحملني؟ قلت له أنا علي بن الحسين. قال سيدي ارمني من على صدرك من أنا وابن الحسين يحملني. يا بقضى يا وقضى وحق العلي بدون الخيار يا والله ولا خلوا خوات حسين. ها؟ أيون تصنع ماذا تصنع وهي ترى الحماة مجزرين كالأضاحي في كربلاء. قامت وهي كاللبوة الجريحة التي تدافع عن أشفائها. جلجل علينا الليل وازدادت الوحشة يا نعشان اطراح وابكى
بسم الله الرحمن